اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج المنصه. النمور اليمنيه، الوعل اليمني والضبا ليست مجرد حيوانات بريه، انها رموز قوميه يمنيه تتعرض للانقراض بسبب الصيد العشوائي الجائر. لا يدرك أغلب اليمنيين ذلك، حيث أن النمر اليمني المسمى بالنمر العربي هو الحيوان الوطني لليمن، جرى اعتماده بقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2008، والذي قضى بتسمية النمر العربي الحيوان الوطني للجمهورية اليمنية، باعتباره رمزا للحياة البرية والهوية الوطنية. بحسب تصنيف مؤسسة حماية النمر العربي، فإن اليمن يعتبر من أهم البلدان التي يتواجد فيها نسل النمور العربية والتي تحفل بغابات دائمة الخضرة. يقول المدير التنفيذي لمؤسسة حماية النمر العربي أن النمر العربي في اليمن هو من أجمل وأقوى الحيوانات المفترسة في الجزيرة العربية وأحد أندر الحيوانات في الكون. وقد اختير النمر العربي في اليمن كحيوان وطني نظرا للحاجة المستعجلة لحمايته ولنشر التوعية البيئية بين أبناء المجتمع بأهميته، ولكي يصبح رمزا للحياة البرية في اليمن كونه ينسجم مع البيئة المحيطة به. لكن هذا الحيوان النادر بالإضافة إلى الوعل والضبا وحيوانات وطنية أخرى مهددة بالانقراض نتيجة تعرضها للصيد والقتل باستمرار من قبل السكان، وهو تصيد في عدد من مناطق اليمن التي تسكنها هذه الحيوانات. اليوم سنناقش عن الصيد العشوائي للحيوانات الوطنية ودور السلطات ومنظمات البيئة تجاهها، وسيكون موضوع حلقتنا لهذه الحلقة من المنصة. مشاهدينا، قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة، نبدأ باستقبال الاتصال أم التعليقات؟ إذا نبدأ باستقبال الاتصالات. ومعنا محمد المقبلي من تركيا. مرحبا بك سيد محمد. أهلا أهلا أستاذ عمل. أهلا بك سيد محمد. بداية حدثنا عن أهمية هذه الحيوانات بالنسبة لليمن، وأعطي للمشاهدين نبذة عنها وعن أهميتها وما الذي تمثله ويمثله الحفاظ عليها في هذه البيئة. في الحقيقة أستاذ أمل، دائما كل حضارة من الحضارات عبر التاريخ كان لديها العديد من الرمزيات القومية، كانت تلك الرمزيات على هيئة كائنات حية، حيوانات معينة مقدسة، أو عبارة عن محاصيل قومية مقدسة. مثلا على سبيل المثال لدى الحضارة الروسية الدب كرم من الحيوانات المقدسة في روسيا، ولدى كثير من الأمم على سبيل المثال النسر الديك. في اليمن في الحضارة القديمة كان الوعل والنمور المقدسة، النمور اليمنية الذي يسمى نمور عربي وحق السلام، والضباء أيضا، لكن في المقام الأول يحتل النمر اليمني والوعل اليمني رموز مقدسة. ارتبط الوعل عبر التاريخ كرم مقدس من الحضارة اليمنية القديمة، وهذه هي عبارة عن حيوانات نادرة ارتبطت بهذه الأرض دون سواها، وبالتالي هذه الأرض اليمنية الممتدة سواء في اليمن أو فيما يحيط فيها إلى جبل السرعات، إلى ظفار، إلى شبوة التي تركز فيها النمور بشكل أساسي، ارتبطت نشأة هذه الكائنات الحية في هذه الأرض اليمنية. نعم. وبالتالي أصبحت ضمن الرمزيات القومية للقومية اليمنية. ولكن للأسف الشديد، لأن العقل السياسي الحاكم لليمن يفتقر لفهم القومية اليمنية، لم يتم تكريس ذلك لا في المناهج الدراسية ولا في سياسة الدولة ولا في الإعلام، وبالتالي يذهب المواطن لكي يطلق الرصاص على رمز كبير جدا وهو لا يدرك ذلك، هو ينظر إليه ككائن حي يتعلم من خلاله الصيد، أو يتعلم من خلاله، يحصل من خلاله على سبيل المثال على نوع من أنواع الوجاهة والفروسية، وهو لا يدرك أنه يطلق النار على إرث من إرث القومية اليمنية المقدسة. إذن محمد، إن كانوا بهذه الأهمية والعالم يقول أنها من أندر الحيوانات في الكون وكل ذلك، والشعب اليمني صاحب هذه الكنوز يقوم بإبادتها، ما السبب في ذلك؟ إلى من يتحمل مسؤولية قلة الوعي بأهمية كل ما نملكه؟
من يتحمل يا أمل، من يتحمل الوعي بالمقدمة الأساسية هي السلطة، السلطة الذي لا تدرك على الإطلاق أن إرث القومية اليمنية إرث مقدس. هذا الإرث المقدس له علاقة برمزيات معينة عبر التاريخ، وبالتالي عندما أدرك محافظ شبوة مثلا على سبيل المثال وهو يعني بن عديو، أدرك من خلال الخطاب الإعلامي الذي تبناه على طول أصدر أوامر بإيقاف هذه الجائحة الذي تهدد الإرث الحضاري في محافظة شبوة. ثاني نقطة بعد المسؤولية الإعلام، أنا أحيي برنامجكم لأنه أول تناول إعلام في تاريخ الإعلام التلفزيوني اليمني هو هذه الحلقة وفي هذا البرنامج، لم يتم التطرق إلى هذه الرمزية المقدسة في أي من قنوات التلفزة. وهنا يأتي دور الإعلام، الإعلام يستطيع يخلق رأي عام، الرأي العام تترجمها السلطة إلى قرارات وتتحول إلى محمية، مثل محميات مثلا حصلت في إيطاليا طائرة البط على سبيل المثال. هذه المحميات أصبحت محميات بقرارات الدولة وتم توقيف إهدارها، وبالتالي من الجيد أن يكون هناك قرار قومي يتحدث على بعقوبات صارمة على من يطلق الرصاص على هذه الثلاثية ويطلق على إرث قومي مهدد بالإطلاق. نعم، وأيضا كيف يمكن لهذه المعلومات القيمة والوطنية أن لا تكون موجودة في المناهج الدراسية لليابانيين؟ محمد، عندما قمنا بطرح الموضوع في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لكي يشارك الناس بآرائهم، كان هنالك استياء من البعض، وأغلب التعليقات كانت مش وقته، الناس جالسة تموت وانتم همكم في الحيوانات، كيف ممكن نرد على هؤلاء؟ أنا بصراحة هذا الوعي ليس معني أساسا في التناول. في الأخير من يدرك هذه الأمور هي دوائر الوعي الفاعلة. بالنسبة للمواطنين العاديين هم لا يدركوا هذا الإرث الحضاري ولا يدركوا ماذا يعني بقاء هذه الحيوانات النادرة. سأقول لك كيف مهم بقائها. يا أمل، مثلا على سبيل المثال يوما من الأيام سيصبح اليمن بلد لحيوانات نادرة مثل الوعل ومثل النمور اليمنية التي تسمى النمور العربية وتسميتها العلمية والتاريخية هي نمور يمنية والضباع. سيكون لها مردود كثير على الصعيد السياحي، سيكون لها مردود كبير على صعيد الأفلام المتعلقة بالطبيعة المتعلقة بالحيوانات النادرة، سيكون لها مردودها على صعيد الاحتفاظ بالسلالات الحيوانية النادرة في العالم. هذه تسمى إرث قومي، وبالتالي لماذا وعي هذا الناس لا يدرك هذا الأهمية؟ لأنه لم يتم تجذير ذلك الأمر في مناهج الدراسة. لو كان هنالك تربية تسمى تربية القومية اليمنية تعلم الأجيال ماذا تعني المحاصيل القومية لليمن، مثل البن، مثل العنب، مثل الجوز، اللوز عفوا، ماذا تعني الرمزيات القومية المتعلقة بالحيوانات النادرة في اليمن، ماذا يعني الوعل المقدس، ماذا تعني النمور اليمني، ماذا تعني الضباء. وبالتالي عندما تطرح الحلقة وفي هذا الوعي تم تجديره في مناهج الدراسة سيكون ردود الفعل كبيرة جدا. لكن إذا طرحت في الإعلام هذه السنة ربما سنأتي بعد 5 سنوات سيدرك الناس ما الجرائم التي تم ارتكابها بحق هذه المعالم القومية النادرة. نعم، إذن سيد محمد المقبلي شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة، سعيد أنك كنت ضيف معي في هذه الحلقة محمد، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الآن اتصال هذه المرة من فرنسا، فؤاد عامر هو يمني مقيم هناك يشارك معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك فؤاد، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك يا أستاذ عمر والمشاهدين. أهلا بك فؤاد، ماذا كان انطباعك عندما سمعت بموضوع الحلقة؟ هل أنت تتفق مع محمد أهمية طرح مثل هذه المواضيع في هذا التوقيت الحرج؟ نعم، نحن نتفق مع هذا الموضوع باعتبار أن هذا التوقيت الحرج هو أكثر توقيت الآن تتعرض فيه هذه الرموز للتهديد، وبالتالي لم تكن هذه المسألة مثارة من قبل بهذا الشكل، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية، بسبب أوضاع غياب الدولة اليمنية، نرى هناك تهديدا لمكون أساسي لنوع من الجينات التي تصف أمة معينة، يعني إضافة إلى أن هناك اهتمام دولي في الوقت الحالي يتعلق بالبيئة، أصبحت الأولويات البيئية وحفاظ الحياة الفطرية والحياة البرية أصبحت على قمة الاجتماعات في مؤتمر داخل في مؤتمر قمم الدول الكبرى وحتى الدول الصغيرة. إذا هناك أولويات أصبحت قفزت هذه الاهتمامات إلى بالعكس، الآن هناك اهتمامات كبيرة للحفاظ على الآثار التاريخية تماما مثل الحفاظ على الحياة البرية في هذه الدول التي تتعرض فيها للحيوانات للانقراض. فضلا عن ذلك المسألة هي أكثر، هي تمثل جانب هوياتي، جانب جينات الشعب اليمني. في الأخير يعني إذا
عدنا للماضي قليلا، ما هي الامه؟ يعني ما هي الامه اليمنيه؟ ما هي قوميه معينه عندما تجتمع؟ هي في الاساس مجموعه من الناس يشعرون بالتضامن في بينهم، يرغبون في ايجاد طرق مختلفه للتعبير عنهم، تكون تعبر عن وحدتهم، تكون معبر عن فخرهم الجماعي، عن فرادتهم الوطنيه في هذا العالم، ما الذي يميز شعب ما عن غيره؟ لذلك هم يرغبون من القدم، هذه الامم كانت ترغب في ان يتم تحديد هويتها، تحديدها كشعب وامه، ولذلك اتخذت هذه الرموز الوطنيه للهويه الوطنيه، مثل حتى حاضرا مثل الاعلام، مثل النشيد الوطني، مثل المعرفات الوطنيه، وبالتالي فالوعي والنمر العربي مثلا كامثله ما هي الا احد هذه الاساليب التعبيريه عن هويتنا للشعب للشعب اليمني. طبعا منذ القدم ايضا التعامل كان الانسان يتعامل مع المحيط البيئي والحيواني من خلاله، ويحاول ان يعبر ليس فقط التعبير عن الدوله الظاهره ورموزها، ولكن ايضا تعبير عن الرموز، تعبير عن هويه وروح هذه البلدان ونظامها. نعم. فؤاد، انت ركز في حديثك على النمر العربي والوعل، وهنالك الكثير من الحيوانات النادره التي تعيش في اليمن، حدث المشاهدين ليكونوا على معرفه وعلم بما نملك من حيوانات نادره في اليمن. نعم، الحيوانات النادره هي الان باعتبار الاكثر تهديدا الان. نحن لماذا نهتم الان؟ تم اثارته في مواقع التواصل في الوقت الحالي، النمر باعتبار انها وصلت الى درجه من الاصطياد الجائر لدرجه غير مقبوله، يعني اليمن قريبا مهدده بان تكون خاليه، بان يتم يعني اعلان انقراض النمر اليمني، وبالتالي وانا مركز هنا اسمه النمر اليمني وليس النمر العربي، باعتبار انه مرتبط اكثر بالجغرافيا اليمنيه، يعني التاريخ اليمني، وكما القهوه هي يمنيه بالاساس وليست قهوه عربيه، صحيح انها لكن مثل القهوه المصري مثلا يجب ان يكون لبلد يتم اختيار الرموز بشكل مهم، وهذا النمر النمر والوعل اللي هو معبر الوعل طبعا تاريخيا مرتبطه بالميثولوجيا اليمنيه، بالطقوس، كان تعبيرا عن الاحتفال، كان تعبير في المعابد، كان تعبير عن الهويه في الماضي قبل 3000 عام، كان اليمنيين اكثر ادراكا لحقيقه هويتهم اكثر مما هو الوقت الحالي، اضافه الى ذلك مثلا في رمزيه الوعل يا استاذ الكريم، الوعل كان تعبيرا عن الهويه، عن الوحده الهويه اليمنيه سابقا، ولذلك تجدينه في حضرموت، تجدينه في شبوه، تجدينه في البيضاء، تجدينه في المارب، بالتالي هو رمز تعبير عن وحده هذه الامه التي تقدم نفسها للعالم. هذه الرموز لا تختلف عن بقيه العناصر المكونه للهيئه الثقافيه، هي لا تختلف ايضا عن الاثار، وبالتالي من يعتدي عليها مثل داعش التي تعتدي على الاثار الى اعتداء على الجينات الثقافيه والهويات لمكونات شعب ما، هو نفس الاعتداء على الاثار، هو نفس هو يعني الامه. نعم فؤاد، اذا كيف يمكن مواجهه هذه الظاهره؟ كيف يمكن الحد من هذا الاصطياد العشوائي الجائر لهذه الحيوانات؟ كيف يمكن حل المشكله؟ نعم، هناك اذا سمحت لي يعني هناك عده مستويات، يعني مثلا لازم من ضرورات هويه يعني استراتيجيه وطنيه بعيده المدى للحفاظ على هذه الثروه الوطنيه، طبعا باعتبار اهميتها القوميه كما شرحنا سابقا، اولا يبدا برئاسه الوزراء، طبعا لم يكن هناك اختلاف سياسي باعتبار انه محل اجماع من جميع الناس والقوى السياسيه، لابد ان تكون هذه الضغط القانوني لهذه الاستراتيجيه ان يتم اصدار تشريعات عاجله الان في الوقت الحالي، الزام جميع السلطات المحليه بمتابعه من يقوم باستعدادها واصدار قانون مؤقت في الوقت الحالي يقوم بمنع اي اصطياد لاي شكل من اشكال الحيوانات البريه، يعني بالاخير احنا محل الصينيين، الصينيين هذول مشهورين اشتهروا في الفتره الاخيره مع ازمه كورونا بانهم يصطادوا اي حاجه يدقوها قدامهم يعني. واحنا اليمنيين الان احنا بعدهم يعني ثدييات او غير ثدييات، احنا بس نركز على الثدييات، لكن لا نختلف على السوء عن هؤلاء الصينيين الذين يقومون بياكل اي شيء يجدونه امامهم، خصوصا ان كثير من الناس يقومون باستيادها لغرض الفخر والتصوير في مواصل وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط لحاجه ويكونون معهم سيارات من احدث الموديلات ومعهم الاسلحه، وبالتالي ليس لحاجه فعليه وضروريه. الهدف الثاني بالاضافه الى المنظومه القانونيه يجب ان يكون السلطات المحليه، وهنا محافظ شبوه قام بدور مهم ومشكور عليه، لكن لا يكفي هذا، يجب ان تكون هناك متابعه دائمه، ايضا منظمات المجتمع المدني يجب ان تقوم بدورها، انا اقترح على كثير من المشاهدين الذين لديهم فرصه ان يعملوا ستارت اب او مشاريع بمعنى بدل ما تعبر منظمات حقوق الانسان التي تلوثت بالسياسه والذبل وتوظيف حقوق الانسان لصالح السياسيين، قوموا بعمل منظمات بيئيه والمجتمع الدولي سيتجاوب معكم، هي فرصه لحمايه وتقدم شيء لبلدك، لكنها ايضا بنفس الوقت فرصه يعني بمعنى المحل تطلب الله، يعني انا لو كنت موجود في اليمن مثلا
كنت بعمل لي منظمه وبنفس الوقت احط قيمه الاسعار قيمه الوراثه ايضا اخذوا مقابل الاساسي، لانه الان الاهتمامات البيئيه اصبحت على قمه الاهتمامات والاولويات لدى كثير من المنظمات الدوليه تبع الامم المتحده والوكاله الخاصه بالامم المتحده لشؤون البيئه منظمه الاتحاد الاوروبي كلها هذه قد تبدا وتقدم دولارات وتقدم. فؤاد يبدو انك متحمس جدا للموضوع ولديك الكثير من المعلومات والمشاركات، ولكن اعتذر على مقاطعتك، نحن مضطرين لاستقبال اتصالات اخرى، هكذا هي سياسة البرنامج. شكرا جزيلا لك، سعيدة بكل هذا الشغف، بكل هذا التفاعل، بكل هذه الوعي، بكل هذا المعلومات التي لديك فؤاد عامر من فرنسا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن محمد القدمي وهو من مؤسسة حماية النمور العربية من حجة. مرحبا بك سيد محمد، مساء الخير. اهلا بك سيد محمد. انتم في المؤسسة، ما هي ابرز الحيوانات التي النادرة المتواجدة في محافظة حجة والتي تتعرض للصيد الجائر؟ انا وأشكركم في قناة الجيش لأنكم خصصتم هذا البرنامج للضوء يعني على هذا الموضوع المهم وعلى التوعية بهذا الموضوع. طبعا مؤسسة الحياة البرية هي مؤسسة غير أهلية هي يمنية، بدأت العمل على حماية النمور العربي بشكل خاص والحياة البرية بشكل عام منذ عام 2000، ولكن فترة الدراسة في عام 2015 نتيجة للخرق واصبح من الصعب يعني العمل سواء في الجانب الميداني او الجانب التوعوي. الجانب الميداني يحتاج الى تصاريح امنيه لان هذه المناطق يعني جبليه واستراتات، والجانب التوعوي اصبحنا يعني مش متكبلين للفكره يعني نقول احنا في وضع حارب وجسمنا بشكل عام نحن النور من هذا الشيء. نعم أستاذ محمد، صراحة أنا عندما عرفت اليوم بوجود مؤسسات لحماية النمور العربية والحيوانات النادرة في اليمن صراحة تفاجأت، لم أكن أعلم أن لدينا في اليمن مؤسسات مختصة بهذا المجال، لماذا لا نلمس دوركم في حماية هذه الحيوانات وإيقاف هذه الظاهرة؟ هنالك المئات أستاذ محمد من الحيوانات النادرة التي يتم اصطيادها شهريا من قبل الناس ونشر الصور تفاخر في مواقع التواصل الاجتماعي بذلك. نعم هذا ما يعني لاحظ من كثير خاصه في ظل الحرب، يعني دائما مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي من نمر قلتلهم كذا من منطقه كذا، ولكن اصبحنا يعني كفريق من الصعب علينا ان احنا نقول الى هذه المناطق يعني ان احنا نوعي الناس حول اهميه النمر العربي او كذا يعني للظروف الامنيه خاصه في ظل الحرب. قبل الحرب كان يعني من السهل ومن السهل ان نصير الى المناطق او كذا ونوعي الناس، الان هي الاعداد زادت او اعداد الصيد زادت او الجسم الجائر بحث النمور زادت خلال يعني فتره الحرب فتره انقضاء على الاعمال. طبعا انا حتى انا انوه لانه يعني ما هو الصيد الجائر يعني الوحيد المؤثر على يعني على تواجد النمر العربي، هناك عوامل اخرى منها تدمير الموائل تدمير النباتات شكل الطرقات كلها يعني عوامل بتاثر بتدمر البيئه بشكل عام. نعم. بتأتي الى هجران النمور العربي او يعني ما عاد كيف ما البيئه التي يعني التي هو موجود فيها. نعم سيد محمد، كنت أود أن أطرح عليك مزيد من الأسئلة ولكن هناك مشكلة في الصوت، أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد. عامة أشكرك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، شكرا لكل الجهود أيضا التي تبذلها، ونحن نعرف أنكم تعملون بظروف جدا صعبة وغير مساعدة، شكرا لكم. محمد القدمي مؤسسة حماية النمور العربية كنت معي من اليمن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من شبوة وكيل محافظة شبوة الأستاذ سالم النسي، مرحبا بك أستاذ سالم، مساء الخير. مساء النور، سعد الله مساكم إن شاء الله. بداية
سعيدة أنك معي في هذه الحلقة، وأود أن أنبه أنه كان هنالك خطوة جبارة من قبل محافظ شبوة قبل يومين ربما، عندما قام بإصدار توجيه أو ربما قرار بمنع اصطياد الحيوانات النادرة في محافظة شبوة، وإبلاغ الشرطة المحلية بمتابعة الأمر. نشكر كل هذه الجهود ونحييكم على مثل هذه الخطوة. أستاذ سالم، كيف يمكن أن يطبق هذا القرار على أرض الواقع؟ كيف يمكن أن نجبر هؤلاء الناس على عدم الاصطياد هذه الحيوانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سعيد لتطرقكم لهذا الموضوع الهام والذي يدل على حرصكم على حماية الحيوانات البرية النادرة، وإن شاء الله بإذن الله حسب التعميم الصادر من الأخ المحافظ للشرطة في المحافظة والأخوة مدراء المديريات المعنية اللي تتواجد فيها هذه الحيوانات والذي تتمركز في المناطق الجبلية لثلاث مديريات وهي الروضة وميسعة ورضوم، وكذلك التوجيه التعميم موجه لمدراء عموم الأمن في هذه المديريات، وإن شاء الله سيتم التنفيذ بشكل صارم بما لهذه الحيوانات من أهمية في الحياة الشبوانية. نعم. الضباء وما على شاكلتها من الحيوانات البرية تمثل يعني رمز للحياة الشبوانية والمجتمع الشبواني، ولن ترضى السلطة بأي شكل من الأشكال لأي أعمال تهدد هذا الفئة من الحيوانات. تعميم الأخ المحافظ واضح وصريح وصارم في هذا الجانب، وسيتم التنفيذ إن شاء الله بكل حزم، ولم يلوذ جهد المحافظ جهدا ولا الجهاز الأمنية في المتابعة. نعم سيد سالم، أين كانت السلطة قبل هذا؟ ربما محافظة شبوة خسرت الآلاف أو ربما المئات من هذه الحيوانات، لماذا تأخر التحرك من قبل السلطة المحلية؟ يتساءل الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذتي العزيزة، الجميع يدرك ويعلم ما تمره البلاد من ظروف يعني الحرب وظروف الإشكالات الحاصلة والانقلاب الذي حصل في البلاد من قبل ميليشيات الحوثية. هذا ما أدى إلى ضعف دور الدولة والسلطة والقوة الأمنية. إنما الآن إن شاء الله هناك إعداد أمني جيد في المحافظة واهتمام بالجانب الأمني وعلى جميع الأصعدة، وإن شاء الله ويلاحظ المواطن الشبواني هذا الشيء، وإن شاء الله سيتم التفعيل الأمن في جميع المديريات والمناطق لاستباب الأمن في كافة أنحاء المحافظة. نعم. أنه يعني اعتمد في الوجه الأساسي عندنا في محافظة شبوة للأهالي، وعي الأهالي كمان من هذا المنبر، منبركم موجه رسالة لأهالي هذه المناطق والعقلاء فيها بأن يعملوا على توعية الناس بأهمية هذه الحيوانات البرية مستقبلا. نعم نحن نعيش الآن في ظل هذا الوضع الذي لا يسمح باعتماد المحميات الحيوانية أو الطبيعية، إنما إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل كما نأمل أن يستتب الأمر وتكون هناك محميات حيوانات ومحميات طبيعية. لذلك نحن نعول على الوعي الشبواني وعلى الفكر الشبواني وعلى العقلاء في هذه المناطق لتوجيه الناس وحث الناس على الحفاظ على هذه الثروة الحيوانية النادرة. نعم سيد سالم، لماذا يتوجه الناس لصيد هذه الحيوانات؟ هل هنالك أسواق مخصصة لبيع هذه الحيوانات؟ هل هنالك تجار يعملون بهذا المجال؟ ما الذي يدفع الناس لاصطياد هؤلاء؟ ما الفائدة التي تعود؟ لا يوجد أسواق يعني لهذا النوع من الحيوانات، إنما هناك توجد عندنا الذي هو يعني طبيعة التفاخر. لو تلاحظون أختي العزيزة والمشاهدين، يعني تأتي شخصين أو ثلاثة ويصطادوا ثلاثة إلى أربعة من الضباء، ما هو الهدف؟ ما كم بالعام كم سيأكل اصلا عشان يصطاد هذا الكميه؟ انما للتفاخر، ومثل ما لوحظ مؤخرا يعني هم بعد ما يصطادوا هذه الحيوانات فين يودوها؟
يعني يأكلوا جزء منها ويتفاخروا بالجزء الآخر، يقسموه أو يرموه، يعني اصطادوا ثم تفاخروا بالتصوير. فهذه يعني جينة، عندنا جينات سبحان الله يعني يحب التفاخر، وإنما لا توجد هناك أسواق لبيع مثل هذه الحيوانات أبدا. إذن سيد سالم النسي وكيل محافظة شبا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل الجهود التي تبذلوها، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لك، ونتمنى من بقية المحافظات وعلى رأسها حضرموت أن تحدو على حدو ما قامت به السلطات في شبا. شكرا جزيلا لك سيد سالم النسي وكيل محافظة شبا. معنا الآن معنا خالد العودي من صنعاء، مرحبا بك خالد. اهلا وسهلا، اسعد الله مساكم. اهلا بك خالد، شكرا جزيلا. اهلا بك، وتفضل بمشاركتك حول موضوع هذه الحلقه. خالد هل انت معي؟ وانا معك. تفضل. شكرا جزيلا لتحتم الفرصه للمناقشه هذه، وهذه خطوه عزيزه، ونتمنى يعني من كل القنوات اليمنيه ان تحذو حذوكم، كما نتمنى ومن خلالكم نرفع اجمل ايات الشكر للمحافظ محافظه شبوه الاخ محمد صالح بن عدي على تفاعله مع البلاغ الذي عملناه قبل يومين الى النائب العام بخصوص ما يحصل للحيوان الوعل والضباع في محافظة شبا، وما يحصل للنمر العربي في محافظة الضالع. المسؤولية هي مسؤولية الجميع، وليست مسؤولية فلان أو زعفان أو فلتان، هي مسؤولية المجتمع بشكل عام. وهي ثقافة، وهي مسألة ثقافة ووعي. مطلوب من التربية والتعليم أن تلعب دورها في تربية النشر، تربية الأطفال، تربية الذي يدخل في المناهج الدراسية، الموروث هذا، الموروث الذي اعتز فيه أجدادنا وآبائنا في الزمن القديم، والذي تحكيه موروثنا الشعبي وموروثنا الثقافي والحضاري، لا يكاد لا تخلو أي إنسان أو أي منسك من مناسك الآثار القديمة إلا والوعل موجود. نعم. خالد أنت تحدثت أنكم قمتم بعمل بلاغ للسلطات في شبوة، ما الذي دفعك لمثل هكذا تحرك؟ الكثير من الناس عندما يشاهدون صور هذه الحيوانات المصطادة في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لا يعطون الموضوع أهمية، عندما قمنا بطرح الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا قالوا الناس اليمنيين يموتوا، نحافظ على الناس قبل ما نحافظ على الحيوانات. والله هناك فرق كبير جدا بين الإنسان والحيوان. أيوة، الإنسان يريد له عقل، والإنسان هو الذي بيروح بيقاتل. أولا أنا ضد الحرب من أي طرف كان، وهذا الحرب فرضت على اليمنيين وأذكاهم الأصدقاء أكثر من الأعداء، ونهيب كل الناس أن يبطلوا الحرب هذه الحرب. فالفرق الحيوان الجميل هذا الموروث الحضاري بيتعرض باعتبار انك بتروح تقتل الى بيته، لكن البني ادم معه عقل، لو وقفوا الناس كلهم وما راحوش الحرب ولا راحوا المعارك هذه المفروضه عليهم ما حيحصلش ذلك. وبشكل عام انا ضد الحرب من اي طرف كان، سواء كان من زعايط او من معيط، الحرب مرفوضه وقتل الناس مرفوض، بس ايضا لا يجب ضعفاء النفوس عندنا يشتغلوا الفلتان الامني وضعف السلطات ويشتغلوها ويهلكوا الموروث الحضاري هذا الموجود معانا يعني. نعم. هذا الشيء المؤسف يعني. فيفترض ان 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 وهذه مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الاطراف المتحاربه كلهم انهم يحافظوا على هذه الثروه، لانه احنا بدون هذا الثروه سنصبح بلا هويه، هي هويتنا اصلا. نعم. فالواحد الواحد اللي يدافع عليه بيدافع عن عرضه وعن كرامته يعني. هنا الفرق يعني. وبشكل عام احنا ضد الحرب بكل ما سوى، نامل ان تنتهي الحرب اسرع ما يمكن وتعود المياه الى مجاريها. اسمعت هذه امنيات الجميع خالد،
نعم أصبحت هذه أمنيات الجميع. أيوة. خالد أنا سعيدة جدا بهذا الوعي كمان أيضا لي نداء، أنا لي نداء إلى كل المهتمين وكل من يقدروا. القضية توعية، قضية توعية يفترض أن تستمر، وكل الناس لازم يساهموا فيها سواء كانوا من في المسؤولين في السلطة أو كذا. وأكرر شكري للأخ المحافظ محافظة شبوه الأخ العزيز محمد صالح عديو على سرعة اتخاذ القرار الحازم، ونهيب بجميع المحافظين في كل السلطات وفي كل المحافظات أن يلعبوا نفس الدور الذي لعبه الأخ المحافظ، شكرا له. ونهيب كل الناشطين أن 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 يلعبوا دورهم أيضا من كل مكان. أنا ما عملت حاجة مثلا، أنا جمعت عملت منشن، عملت براق للنائب العام وعملت منشن تفاعلوا الناس معاه كلهم وأنا في البيت، إحنا تحت حصار كورونا وكل الناس يستطيع أن يلعب دور صحيح فعال ومن خلال التأثير عليه. أيضا من هم في القرى، أنا مثلا عندما أكون متواجد في قريتي أمنع الصيف في حماية، حاضر الناس في مجتمع القات في مجتمع الكذا. نريد أيضا وزارة الأوقاف أن تلعب دورها في المساجد أيضا، يعني نعم صحيح خالد، ونشكرك على محاولتك، نشكرك أنك لم تكتفي بالمشاهدة والصمت، نكتفي نشكرك أنك بلغت وأنك حاولت وأنك بذلت ما بوسعك. شكرا خالد العودي، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من رداع، معنا عبد رب العباسي وهو مهتم بهذا الموضوع. مرحبا بك عبد رب، مساء الخير. هل أنت معي؟ تسمعوني أنتو؟ أسمعك أسمعك عبد ربه، تفضل. مساء الخير عبد ربه، أهلا بك، أنت مهتم في هذا الموضوع كما أخبرني معد الحلقة. ما هي أبرز الحيوانات النادرة المتواجدة في رداع؟ أولا نشكر قناة الجيس على هذه المفتوحة المهمة جدا التي انتظرناها طويلا للمساعدة في إنجاز حيوانات اليمنية النادرة والرائعة جدا والتي معرضة فعلا للانقراض، مثل النمر اليمني والوهل اليمني، نادرة طبعا ومعرضة للانقراض جدا. والنمر اليمني متواجد بصورته الطبيعية البرية الحرة وبدون أي حكاية في منطقة الظبيانية التابعة لمديرية جبن الضالع بما الشعيب ويافع والصفه بالبيضاء والشريه مديريه الشريه بالبيضاء ايضا، يعني في مثلث البيضاء لا تطالع. اخذكم او عن طريق قناه بلقيس ادعو الى انشاء محميه طبيعيه للنمر اليمني في اسرع وقت ممكن، وهذا شيء ضروري لحمايه ما بقي من هذه النمور على قيد الحياه. عبد ربه كان معنا وكيل محافظة شبوه سالم النسي، وتطرق لهذه النقطة، تحدث أنه للأسف لا ليست لديهم الإمكانيات أن يقوموا بإنشاء محميات، وأيضا الظروف والإمكانيات لا تسمح بذلك. أنت تعلم بالظروف التي تمر بها اليمن، نحن نعيش أسوأ مجاعة في العالم، هنالك ملايين من الناس الذين لا يجدون قوت يومهم، كيف يمكن إيجاد حلول مؤقتة بديلة؟ هذا هو ما اقصده بالضبط. انا اعرف ظروف بلادنا في هذا الوقت، لكن ندعو الى حمايه النمور العربيه التي نسميها او التي حقيقيه نمور يمنيه في التوعيه. النمور لا تحتاج الى تغذيه، لا تحتاج الى شرب، لا تحتاج فقط نوعي على اصحاب المناطق هذا المتواجدين الرعاة توعيه تكفي ان يكفوا بنادقهم عن دكل النمر، يكفي ان يمنعوا تصنيع الشبوب واصطياد النمور. انا ارسلت للاخ عمر مساحتها 1460 كيلو متر مربع، يعني منطقه شاسعه جدا وتتعرض فيها النمور الى الجتل والصيد. يكفينا ان نرسل الناشطين والمهتمين بتوعيه الاهالي منع قتلها ومنع صيادها. هذا لا يحتاج الى تكاليف او يحتاج الى حتى الى
لأموال كثيرة. التوعية بالبنوات، التوعية عبر التواصل الاجتماعي، التوعية ومنع الصيادين ومنع العيان من دخلها. أيضا هي بعض الملاحظات بعض الناس يعني يتهم النمور بأنها شرسة. لا، أول حاجة النمور اليمني في منطقة الضبيان الجبن الضالع لا تهاجم نهائيا. ثاني شيء النمور لا حالة عدم وجود الرعاة بجانبها. ولو توقفوا الرعيان انتبهوا لأغنامهم اتجه لصيد الجرود، اتجه لصيد الأرانب والوبر وغيره. لكن الإهمال هو الذي يسبب في كل الأغنام وقتل النمور تلقى ذلك. تمام. نعم. أطلب أيضا من جنات الجيش أن تتبنى حماية. للأسف الصوت غير واضح، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد عبد الرب. للأسف رغم أنك تقول كلام مهم، لا أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد، ولكن أبرز ما قلته أنه قد تكون الظروف غير مواتية وغير مهيئة لمثل هذه المواضيع وحماية الحيوانات النادرة، لأن الناس لا تحظى بهذه الحماية. ولكن يكفي أن تقوم السلطات المحلية في كل محافظة بسن قوانين تمنع منع بات لاصطياد هذه الحيوانات وتفعيل المعاقبة والرقابة. وأعتقد أن هذه أشياء بسيطة بإمكانية متاحة للسلطات المحلية في المحافظات اليمنية. عبد الرب العباسي، كنت معي من ردع، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك، على كل هذا الوعي وعلى كل هذا الاهتمام، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن استطلاع أبرز التعليقات التي وردت على موضوع الحلقة، أو التصريحات عفوا التي وردت على موضوع الحلقة عندما قام الزميل عمر بوضعه على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤسف جدا ما يلاحظ هذه في الفترة الأخيرة من التفاخر بصيد الحيوانات النادرة في محافظة شبوة، سواء كان النمر العربي أو الوعول، وهذا في الحقيقة يمثل جريمة كبيرة لإنقراض البيئة الحيوانية والإساءة إلى الموروث الشعبي محافظة شبوة والجمهورية اليمنية ككل. كان يجب على السلطة المحلية في المحافظة أو الدولة كاملة أن تصدر قانون يجرم هذا العمل ويحاسب عليه من ينقوب بهذه الأفعال الشنيعة. حقيقة المؤلم جدا جدا ان ترى تلك المناظر وترى ذلك اسلوب التفاخر واسلوب الفخر الذي يقوم به او الذي يشعر به بعض المواطنين وبعض الشباب للاسف الذي غير مسؤولين على ما يعملونه. ناشد السلطه المحليه بالمحافظه وناشد الوجهاء وناشد الشخصيات وناشد المنظمات بحماية البيئة وحماية هذه الحيوانات النادرة أسوة باقي دول العالم. العالم يحدد محميات ويحدد قوانين ويحدد أنظمة لحماية البيئة وحماية هذه الحيوانات النادرة. نرى ظاهرة سيئة وهي ظاهرة الاصطياد العشوائي للحيوانات مثل صيد الوعول، وهذه ظاهرة غير لائقة وظاهرة يعني سيئة في هذا المجتمع. والدول المتقدمة لا ترى يعني الاصطياد وعبث بأرواح الحيوانات، وقامت هناك جمعيات لحقوق الحيوانات وقامت هناك بمحميات، وندعو هذا المجتمع إلى يعني عدم الاصطياد العشوائي لهذه الحيوانات والحفاظ عليها. والله دور السلطة المحلية في المحافظة يعني ليس هناك أي دور إيجابي في الحفاظ على مثل هذه الحيوانات، وندعو السلطة المحلية إلى النظر إلى الحفاظ على هذه الحيوانات التي تمثل تراث.
إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. كما استمعتم لي تصريحات أنه هنالك اصطياد جائر وكثيف خاصة في الفترة الأخيرة بسبب غياب الدولة. هذه الحيوانات هي حيوانات مفترسة مخلية للناس في حالها، والناس مش مخلية للحيوانات هذه في حالها. إذن شكرا على المتابعة، شكرا لكل التفاعل الذي كان في الحلقة. إلى اللقاء.